أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أكد أن مدينة الشباب 2030 كانت متوافقة مع استراتيجية المجلس الشباب والرياضة، وأنها تمكنت في النسخة السابعة من تنفيذ العديد من البرامج الاحترافية المتميزة. هذا ونوه سموه إلى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة سيحرص على دعم واستمرارية المدينة في السنوات المقبلة بإيمان المجلس العميق بأهمية المشروع ونتائجه الإيجابية على مسيرة الحركة الشبابية في المملكة، وتأهيل الشباب ليكونوا نماذج فاعلة في عملية التنمية التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر. جاء ذلك خلال رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للحفل الختامي لمدينة الشباب 2030 والتي نظمتها وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي تمكين، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن النجاح الكبير الذي رافق فعاليات مدينة الشباب منذ انطلاقتها وصولا إلى النسخة السابعة يعود إلى الواقعية اتباعها بشكل واقعي لاحتياجات سوق العمل في البحرين، وأحث الشباب على المشاركة في تلك البرامج التي تؤهلهم للدخول في السوق الكبير، وكذلك المليء بالتحديات وتقديم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد أن مخرجات مدينة الشباب لهذا العام ستكون متدربة بصورة صحيحة واحترافية، ونؤمن إيمانا قويا بأن تلك المخرجات قادرة على الدخول في سوق العمل، مؤكدا أن المدينة مدينة الشباب ستفتح آفاقا أرحب أمام الشباب للمشاركة في بناء حاضر ومستقبل البحرين نحو مزيد من التطور والنماء. وأعرب سموه عن تقديره لوزارة شؤون الشباب والرياضة على تنفيذها لهذه البرامج المتميزة، كما ثمن سموه الجهود المخلصة التي بذلها القائمون على المدينة والشباب المتطوعين الذين ساهموا في إنجاحها، مشيرا بدعم تمكين للمدينة والذي يؤكد حرصها على دعم الشباب البحريني وتهيئتهم للدخول في سوق العمل بكل قوة. وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتكريم الصندوق صندوق العمل تمكين باعتباره الشريك الاستراتيجي للمدينة، كما كرم سموه الجهات المتعاونة والطلبة المتميزين. كما قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والحضور بجولة في معرض مدينة الشباب 2030. من جانبه أعرب سعادة السيد هشام بن محمد الجودر عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر على رعايته واهتمامه الواضح بفعاليات مدينة شباب 2030، الأمر الذي يؤكد اهتمامه الكبير بتطور مهارات وقدرات الشباب البحريني وتهيئته لاستلام زمام المبادرة في عملية التنمية في المملكة. بدوره أشاد الدكتور إبراهيم محمد جناحي رئيس التنفيذي لتمكين بنجاح هذه المبادرة التي تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين تمكين وزارة شؤون الشباب والرياضة للسنة السابعة.
اليوم احنا نتشرف بتنظيم هذا الحفل العظيم والرائع اللي الأول من نوعه في العالم تقريبا، اللي نظم مشروع لتمكين الشباب وتأهيلهم لتجربة كل أعمال الحياة والأعمال المستقبلية لتثبيت إرادتهم ومحبتهم للشغلة. لأن اليوم اللي أكثر من أن هي الواحد عنده وظيفة هو أنه يحب هذه الوظيفة، فإحنا اليوم نخلقهم الفرص أنهم يجربون ويشوفون وين ميولهم أكثر، وعقبة إن شاء الله يبنون عاد قدراتهم عليها. فالحمد لله على كل حال هذه سابع سنة لنا، وكل عام نكبر وكل عام نتطور وكل عام يزيد عدد المشاركين معانا وتزيد جديتهم ويزيد عملهم وإبداعهم، فيصير التكريم صعب لنا لأن ما نعرف من نكرم صراحة، لأن مستواهم صار عالي جدا ولله الحمد، منها إن شاء الله للأعلى. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أسدل الستار على فعاليات مدينة الشباب 2030 في نسختها السابعة. وبشيء من الموسيقى والعروض المسرحية والفنية جاء حفل الختام بصناعة شبابية بحرينية، إذ قدم المشاركون إبداعاتهم بشكل متكامل. تلا ذلك تكريم صندوق العمل تمكين باعتباره الشريك الاستراتيجي للمدينة والجهات المتعاونة والطلبة المتميزين في كل مركز من مراكز المدينة. واهتم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالشابة جويرية الشوملي، والتي عرف عنها بمحاربتها لمرض السرطان، إذ تشكل أيقونة شابة في مواجهة هذا المرض، فتبادل معها أطراف الحديث، وبدورها أهدتها نسخة من كتابها يوميات طفلة ستقهر السرطان بإذن الله. أحس أن حلم متحقق، يعني أنا من زمان كنت أقابل الشيخ ناصر شخصيا، أنا قابلته وايد بس ما صارت الفرصة أني أنا أكون يعني قربها نفس اليوم. يعني الحمد لله هو التفت لي لما أنا كنت واقفة مع المنظمين، لما التفتني عرف أني أنا جويرية هو المحاولة سرطان، هو أنا مسوي لي فولو في الانستغرام، فيعني شكله عرف شكلي وأنا وايد استانست إنه هو يعني لما شافني إنه عرف إنه أنا شلون كنت أوجه رسالتي، وهو وايد احترم الشيء اللي أنا أسويه وأنا وايد أحترمه وأشكره وايد على اهتمامه لي وحق كل شباب، إنه لازم إحنا نحصل دعم معنوي عشان إحنا نوصل رسالتنا لو مهما كانت. استطاعت مدينة الشباب 2030 أن تتواءم مع استراتيجية المجلس الأعلى للشباب والرياضة، فقد نفذت العديد من البرامج الاحترافية المتميزة والمبنية على الطرق العلمية الحديثة، حيث تم تعليم الشباب وتدريبهم بناء على دراسة احتياجات واقع سوق العمل البحريني، وذلك عبر 81 برنامجا متنوعا شهد مشاركة نحو 3900 مشارك. أمل المرزوق لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.